بعد صدور قرار مجلس الوزراء 68 لعام 2016 بتسجيل جميع السيارات التي تحمل أرقام محافظات كردستان كل في محافظته بعد دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، افتتح في النجف مركز جمركي بعد أن كان أصحاب المركبات مضطرين للذهاب إلى أبو غريب في بغداد أو إلى كربلاء. صدر قرار مجلس الوزراء 68 سنة 2016 تحويل كافة سيارات المنطقة الشمالية إلى المحافظات الغير منتظمة بإقليم، يعني أبو النجف بالنجف، أبو الديوانية بالديوانية، وبقية المحافظات كذلك. احنا فتحنا المشروع هنا، احنا علينا محافظتين الديوانية والنجف، من نكمل نطيل المعاملة مالته نقول لأخي 20 يوم وشهر تراجع المرور على مود الطول أو حال. مديرية مرور النجف باشرت هي الأخرى في مشروعي نقل الملكية وترقيم العجلات بما فيها التي تحمل لوحات كردستان، رغم تأكيدها أن التعليمات النهائية لم تصل بعد بشأن عجلات كردستان، موضحة أن نقل الملكية يتم إنجازه في يوم واحد. سابقا كان المواطن النجفي يذهب إلى بغداد ويذهب إلى كربلاء في سبيل أن يجمرك المركبة مالته، لكنه بالوقت الحاضر يكون جمرك في مدينة النجف الأشرف. احنا الآن اللي جينا بالنسبة لأربيل ويعني كردستان، هذا حقيقة الجمرك مالته في النجف، لكن احنا الحقيقة الآن بانتظار التعليمات اللي تجينا إن شاء الله من مديرية المرور العامة. مرور النجف تقول أنها ضاعفت من عدد الحاسبات الخاصة بإنجاز معاملات المواطنين، وأن كوادرها تعمل بدوامين صباحي ومسائي، مشيرة إلى إنجاز ما يقارب 600 معاملة يوميا. تقوم مديرية المرور المحافظة النجف يوميا بواقع عمل وجبتين من الساعة 7 إلى 10 مساء. تقوم الوجبة الصباحية لإنجاز معاملات المركبات ونقل الملكية وتسجيل المركبات والفحص المؤقت، أما بالنسبة للوجبة المسائية تكون في إنجاز إجازات السياقة 600 معاملة في اليوم. سرعة العمل والإنجاز في دائرتي الجمرك والمرور بالنجف كان موضع إشادة من المواطنين الذين كانوا ينفقون الكثير من المال والوقت في مراجعة المحافظات الأخرى. مباشرة أنه يبدون يشتغلون وياك، ما عندنا يعني أي أسرة مع العلم، وجود ازدحامات كل شوية تدري يعني هالأيام. يذكر أن النجف تعتبر من بين أكثر المحافظات العراقية التي تضم سيارات تحمل أرقام محافظات كردستان وخاصة أربيل. افتتاح مركز للجمارك واستبدال اللوحات في النجف خفف كثيرا من معاناة المواطنين وسهل من عملية إنجاز معاملاتهم. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.